السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم محور حلقتنا حول أهمية المياه الجوفية بالعراق. مثل ما تعرفون سنوات تقريبا 3 سنوات يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطرة جدا، خلت كثير من الفلاحين والمزارعين وخصوصا بمناطق الوسط والجنوب يتجهون إلى موضوعة الآبار. مع العلم أن موضوعة الآبار بالوسط والجنوب يتعانون من مشاكل كبيرة جدا، هو ازدياد نسبة الملوحة إلى أرقام كبيرة، ما يقدرون يزرعون محاصيلهم اللي كانوا يزرعوها على المياه السطحية. عندنا مناطق معتمدة على هذا الموضوع مثل اليوم المناطق الغربية، المناطق الصحراوية، وخاصة بالذكر إذا نقدر نقول السماوة والنجف والأنبار من قبل تعتمد على المياه الجوفية بالزراعة. تكون دائما بالمناطق الصحراوية المياه الجوفية أكثر نقاوة، وأيضا في المناطق الشمالية توجد مواضيع المياه الجوفية ولكن ما محتاجيها بكثرة بسبب اليوم الكثافة المطرية، وأيضا ما يعانون من نقص مائي كبير جدا. دائما وزارة الموارد المائية كانت خايفة من استخدام المياه الجوفية وتقول أنه هذا هو خزين استراتيجي للأجيال المقبلة، لأن احنا مقبلين اليوم على نقص كبير بالمياه وبالأمطار بالعقود القادمة. ولكن بالخطة الزراعية الشتوية دخلت المياه الجوفية تقريبا لأول مرة بخطط رسمية حكومية، وحفرت وزارة الموارد المائية الكثير من الآبار في مختلف المحافظات، وقالت ممكن هنخلي 6 محافظات تعتمد على هذه المياه الجوفية. ولكن استخدامها المستمر في كل سنة وفي كل خطة زراعية راح ينتج لا سامح الله انه استنزاف كبير جدا لهذه الثروة المهمة ولهذا الخزين الاستراتيجي. كيف الحل اليوم؟ كيف اليوم تقرأ وزارة الموارد المائية هذا الموضوع؟ اليوم آمال الفلاح هل حتكون متعلقة فقط على موضوعة المياه الجوفية وترك ونسي اليوم حصصنا المائية؟ راح نناقش كل هذا الموضوع مع ضيوفنا، ولكن خلونا نشاهد هذا الكارت اللي به معلومات حول المياه الجوفية العراقية، الأهمية ومناطق التواجد. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم بعد ما عرفنا أماكن تواجد المياه الجوفية بالعراق وأيضا جودة هذه المياه الجوفية حسب المناطق المقسمة من مناطق جبلية ومناطق وسطى وأيضا المناطق الصحراوية. طبعا نرحب بضيفنا العزيز أحد اليوم أعمدة برنامج أرض السواد الشيخ أبو سعد المسعودي عضو الجمعيات الفلاحية عن القضاء المدائن. أهلا وسهلا بك شيخ. أهلا وسهلا بك أستاذ ظفر، ونشكرك على كلمة الاستقبال وشكرا لبرنامج أرض السواد. ربي يخليك. بليلة الخميس على بليلة الجمعة على السبت كانت أمطار غزيرة مفلحة جدا، أريد أشوف الفلاح اليوم شلون استقبل هاي الأمطار ردة فعل. والله هو شنو الفلاح اعتماد على بالأساس، ترى هو الاعتماد الفلاح على الأمطار، وهاي الأنهر هي تسقي، مو ما تسقي بس الزرع يحتاج للمطر. نعم. وهاي أفرحت كل الفلاحين اللي سقط في أراضيهم الأمطار وخصوصا بغداد ومحافظة وسط. نعم. حقيقة أنا بصدفة يعني بذاك اليوم أنا متنقل من الساعة 5 الصبح في طريق إلى محافظة الناصرية للناصرية. نعم. فشفت الأمطار وكثافة الأمطار شيء مفرح جدا،
وان شاء الله يا ربي يرحمنا ويرحم امه محمد في هذا. نعم شيخنا، انه غزاره الامطار اللي حثت وكميات كانت كبيره جدا. نعم. مثلا قضاء المدائن، يعني فقط هاي مطرت لو صار انه تغيير بالموضوع، انه اكو ناس هو التغيير شنو يعني؟ احنا نعاني من نقص في المياه، يعني هذا عامل مساعد للمطر، يعني مهم جدا انه هذا راح يزيل جزء من التفكير مال الفلاح. يعني هسه هاي المطره اللي سقت هسه الزرع خصوصا الشتوي، هسه عندنا اعتبارا هذه الريات الحديث، هسه ما بقى حديث، اذا اكو واحد زارع هسه كل فلاح انه نعم. لحد يوم السبت هو كله انسقى الحمد لله، هذا يتحمل لمده 20 يوم او اكثر من 20 يوم، يطلع الزرع ويخضر الزرع ويتحمل وجوه رطب والامور. اذا جت مطره ثانيه مثل هذه تدفع بعد شهر انه باكثر ليغات وساعد كل شيء. لا اذا بعد 20 يوم جت مثل هذا المطر ممتازة. اللي صارت ممتازه، يعني ما نحتاج مياه سطحيه. لا 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 لا, لا تحتاجها ريه بالاخير، مو ما تحتاج، ولكن اذا جت بعد 20 يوم فوق هذه الريه الاولى اللي هي بالمطر المطريه، هذا عامل جيد جدا يعني ممتاز، يعني تامل اي فلاح. نعم نعم. قبل ما ندخل بموضوع المياه الجوفيه، نعم. اليوم اريد اسال سؤال، انه قضاء المدائن هو مرتبط زراعيا بمحافظه دياله، لان نهر دياله هو اللي يغذي اراضي قضاء المدائن نصفين، نص دجله. نعم. ونص على نهر دياله. نهر دياله اللي يمر بمحافظه دياله ويمر علينا احنا كقضاء مدائن، يمر على مشروع 9 نيسان ويمر على مشروع القرويه ومشاريع النفع الخاص والمطارات الاخرى اللي متوزعه على نهر دياله. نعم. من مشروع القرويه باتجاه مشروع 9 نيسان والى حدود محافظه دياله. نعم. هذه احنا حالنا حال دياله. موقعكم وين بالخطه الزراعيه الشتويه؟ ما عندنا احنا حالنا حال دياله، ما مش من طلعوكم. اي نعم. مثل العام؟ اي نعم. هاي اول مره. لا لا العام ايضا ما عندنا خطه. ما يعني لا ما عندنا خطه، ما مشمولين. ما مشمولين يعني بسبب نقص المياه. نقص المياه ما جاب الموارد المائيه، ما انطى يعني ما انطى التزامات ري على هاي المناطق لانه ما يتحمل مسؤوليه. وحتى مشروع الوحده اللي هسه على دشه انطاهم قسم من الخطه لانه يخم بس القريبه على ضفاف النهر اللي تسقي، اما البعيده اخذوا من عندهم تعهدات. قال اذا اعطيك خطه ما تطالبني اذا ما صار زرعك او تضررت، ما تطالب لا تعويض ولا تطالب شيء. وقعوا هاي التعهدات؟ وافقوا ويوافقوا الفلاحين المضطرين يعني يوافقوا. زين. يعني هي هذا عامل رباني طبعا هو. نعم. احنا من حمله على جهه معينه يعني، ومي بالنهر ماكو، بالشط ماكو، بالنهر دياله ماكو. يعني هذه اراده سياسه مائيه يعني مركزه من قبل الدوله، وتدخل دوله السيد رئيس الوزراء في هذا الموضوع، دولي لان هذا الوضع. صحيح. مياهنا دوليه من تركيا، من جاره ايران، من هاي الروافد الرئيسيه اللي عندنا. نعم. شيخ اليوم هاي المطره الاخيره اللي صارت. نعم. انه فادت الزراعه الاستراتيجيه مال حنطه؟ المطره الاخيره هذه؟ لو بعد لا لا هي هذه كانبات. انا انطيك كرنتي، هذه المطره اللي على بغداد اللي مطره الاراضي المزروعه والمطرات انباتها 100% راح يسرع لهذه الامطار. ممتاز. نعم جيد، وإن يعني شاء اكو امل. امل ان شاء الله. الحمد لله والشكر. لا تسمع لي، هو الامل مو بس على هاي المطره، اللي ترى اكو ديم جاي، اكو عندنا اراضي تنزرع ديم، يعني هي حتى معتمده على حتى بالعقود مالتها اراضي ديميه اسمها، ولكن عندنا اماكن اراضي ديميه مضمونه الامطار، اراضي ديميه غير مضمونه الامطار، يعني مطرها خفيف. يعني الاعتماد على المطر مو شيء. نقدر نقول من شمال صلاح الدين وفوق. صلاح الدين مشمون بالامطار. نعم. خط الصويره وعلى واسط مشمون بالامطار. صحيح. المنطقه الوسطى اللي عندنا هذه يعني ما مشمون بالامطار، حتى نوبات انباعوا على الغيمه تجي تنفتح تصير على جهه. يا سبحان الله. اي والله هاي المرتين صارت فيها، انباعوا على الغيمه ونتابع الامطار انه الصويره واسط ممطوره، وحتى مي يعني شات ماكو طرق. صحيح. نزول مشمون تنترس مي، وكذلك صلاح الدين والسامره وهاي المناطق. نعم. شيخ اليوم يعني صح موضوع المياه الجوفيه، ولكن اليوم يعني امور الحياتيه للفلاح رزقه ايضا مهم لبرنامج ارض السواد. يعني شخص مثلا عنده كم دونه ومعتمد يريد يزرعهن وعايش هاي عيشته على الزراعه، وتجي اليوم مثلا انه خطه انك تمام مشمول بالخطه الزراعيه للمياه ماكو، اكو تعويض بهذا الموضوع، اكو لازم يراجع يعوضوا بامور كمبدا اساسي. يعني احنا نرحب انه اذا كان الدوله عندها هذه الالتفاته وتعوض الفلاح، والفلاح ابن الدوله يعني في وقت الانتاج، يعني تحب بده يصدر لها وقت لما ما عنده تهمله، يعني هذه هم يعني بها جانب اخر. اي فاذا يتعوض، فاذا مو خساره، اذا يتعوض الفلاح مو 100% يتعوض، عنده 100 دونم لا تعوضوا 100 دونم، عوضوا مال 50 دونم،
قال له لهذا انت تركب 50 درهم حتى يقوم نفسه ما يترك الارض ما يترك بس ولو بس يقضي حياته اي مشي دفع هو يعني امور بيته اي يا اخي شاكر يشرب هو لا عنده راتب ولا عنده معمل ينتج غير هي الزراعه ينتظر سنه كامله سوى خلي الدوله يجيب هنا يضمن عتن للامور حتى يسقم الموسم الجاي والبقيه هو مطلوب 24 ساعه الفلاح صحيح المكان 24 ساعه فلاحنا مطلوب يعني ابو المكاين يطلبه ابو المبيدات يطلبه ابو البذور يطلبه ابو الاسمده يطلبه ونشكرهم احنا هاي المكاتب اللي جات تنطي للفلاح بالاجل والله نشكرهم يعني يعني هذا ايضا جات بس اكو مكاتب تحمل هو اي تحمل اكو تحميل نعم صحيح شيخنا ندخل بمحور حلقتنا لهذا اليوم نعم يعني لما اعلنت وزاره الزراعه عن الخطه الزراعيه الشتويه ذكرت انه اكو بعض المناطق راح تعتمد على المياه الجوفيه انتم كمنطقه اليوم عندكم ازمه مائيه كبيره جدا وقاعد تاثر على اراضيكم الزراعيه ليش ما اتجهتوا الى المياه الجوفيه احنا مو بكيفنا نتجه الى المياه الجوفيه يعني انا همين الدوله تتدخل في هذه الامور وهمين تنطي توجيهاتها كموارد مائيه احنا الخزين المياه الجوفيه هو خزين استراتيجي للامور الطارئه اللي منشح المياه صار عندنا شح مياه ايوه احنا ساعه 20 هسه شح المياه نعم. فنلجأ الى المياه الجوفيه كبديل يعني كبديل وانا ما اريد ابقى كبديل دائما اريد كبديل مؤقت يعني ان شاء الله نعم. تستعد الامور ان شاء الله ان شاء الله يعتمد هذه المياه الجوفيه احنا اكو ابار تاثرت خلال ثلاث سنوات اللي مضت يعني المطر ماكو وتغيرت نوعيه المياه صارت مياه مالحه وقالت لي ماكو امطار تغذي الخزين الاستراتيجي بالمياه الجوفيه ماكو يعني تغيرت يعني صارت عندكم صارت عندكم مثلا شو اذا عندك مثلا فد مثال شو كنت هذا الحفر البير وتغير جوده المياه احنا عندنا بار محفره قبل خمس ست سنوات او سبع سنوات مال مساحات متوسطه او مو متوسطه صغيره يعني قبل 20 دونم وجاي صغيره هاي يما محمد لا لا هو مشروع الوحدة على تسع نيسان على تسع نيسان على تسع نيسان هي بالاساس مياه اول ما حفرتوا البير المي طلع بصوره جيده وجوده عاليه ما بملح وتكرم الابقار نعتبرها مختبر البقره اذا ما تشرب المي مال البير بي كبريت هو ما معروف انا ما نعرفه بي كبريت بس كثر الخبره وشافوا ليش ما شربوا ودوه حلو قالوا يبي نسبه من الكبريت كذا نسبه نعم بس يسووا زرع يعني جاي يصير عليه زرع من ماكو امطار ومستمراريه التغير صار مال الى الملوحه صارت بنسبه ملوحه عاليه ورا كم سنه؟ ورا ثلاث سنوات واربعه صارت بنسبه ملوحه عاليه لان ماكو امطار تغذي اي ماكو هو نهر كان يفوت من جنبه بي مي يغير مي يصير حلو نعم لان هو يعني من شقوق هاي الارض نعم واللي بالمناسبه المي المالح اخف من المي الحلو يصير فوق زين صار عندكم خبره بهذا الموضوع وانت تعرف اجيب لك مثال بسيط يعني اذا سابق من شايف القوطيه اللي بالثلاجه يتكثف الملح يصير فوقها اذا اكو نسبه صحيح تتكثف صحيح شيخ اليوم انه اكو مثلا دائره اسمها دائره المياه الجوفيه اللي تابعه لوزاره الموارد المائيه نعم. جت حفرت ابار يمكم؟ يمنا ما حفرت بس ان شاء الله نعمل ما اعتقد ما اعرف يعني احنا هي عندها برنامجها شوف شلون تقسم البرنامج وهذا يعتمد على هي شعبة الموارد المائية يعني تتصل بها يحفرون ابار واحنا تابعين الشعبة والشعبة هي تجي تقسم هاي المنطقة نحفر بها وما نحفرها يطلع بها مي وما يطلع اما الحفر الشخص يعني المدني اللي على حساب هذا نعم. اكو حفر ابار قد يكلف؟ والله على هاي الابار اللي هم يحشون عليها تكلف هواي يعني اللي يحشون عليها انه جهاز ويحدد مكان لا البير العادي بدون جهاز وهاي ما يكلف شيء البير العادي هذا بال 20 متر ما يكلف شيء يسقي ابو الاربع انش نعم ابو الاربع اغلبيه مثلا ابو ال 20 متر دا يطلع مي زين اي اكو من ال 20 مي عفوا 20 متر ونازل يعني 20 18 15 12 10 لا ال 10 ما بيها بيها نزيز بس نعم. يعبر ال 15 ميها يغذي ابو الخمس ديوان مسيطر تماما ما يحتاج مي ما طلع ابو الاربع يكفيه هو خمر راح يضل يسقي ليل ونهار صحيح اي يعني يكفي العشره الاربعين تتعب بهاي الامور اما فوق الاربعين خمسين مئه ما في تبير صغير هالشكل وامور يعني انتم تحتاجون اليوم مثلا هي وزاره الموارد المائيه تاخذ والله يا ريت يعني تحيه لوزاره الموارد المائيه من السيد الوزير الى كل الكادر اللي بيها انه ينتبهون لهي الطبقات اللي اصلا تعتاش على الاراضي الزراعيه كانت يعني
الامور يعني غزلان المستورد ما غزلان المستورد، السوق الدولار ما شنو، هذه كلها كانت نقدر نعبرها. اما المي ما نقدر نعبرها، المي بعد اكيد يعني المي سر الحياه، يعني حد يعني نوقف، يعني نوقف لازم تدخل الدوله ان تساعدنا بحيوي امكانيات الدوله ان شاء الله مو قاصره. على هذا الموضوع طبعا احبه المشاهدين، يعني لما كان السيد وزير الموارد المائيه المتحدث الرسمي باسم الوزاره سابقا ومستشار الاستاذ عون ذياب، دائما كنت لما اساله على موضوع المياه الجوفيه حقيقه اشوف وزاره الموارد المائيه انه تريد تعبر هذا الموضوع، لان تقول انه هذا خزين استراتيجي ما نقدر نوصل له. ولكن اليوم اضطرت الوزاره انه احنا في شحه مائيه كل ما مر على العراق، وانه تستخدم هذا الخزين. كان عندنا لقاء خاص مع معالي وزير الموارد المائيه الاستاذ عون ذياب، وتحدثنا حول المياه الجوفيه. خلينا نشاهد هذا اللقاء وراجع. احنا ايضا واخذين على عاتقنا متابعه هذا الموضوع بشكل جدي في مناطق الاحوار، ولهالسبب عندنا العديد من الاستاذ المدراء العامين وعلى راسهم وكيل الوزاره الفني حاليا، يعني هو في هاي المناطق الجنوبيه، وكل كادرنا مجند هسه وباسناد من القوات العسكريه لغرض ايصال الكميه المطلوبه الى مناطق الجنوب والاخوار بشكل خاص. نعم. فاتوقع انه راح يصير بعض التغير الايجابي خلال هالسنه، لكن هذه سنه حاده الجفاف. صحيح. نامل ان تجينا سنوات لاحقه رطبه. احنا راح نخطط لخطه ثابته، ايضا ما نريد هذا التذبذب الهائل اللي يصير بين بالاهوار، نحاول جهد الامكان ان نحافظ على المناطق الحيويه بالاهوار. نعم. نقدر اليوم نستثمر اليونسكو انه بعد ما دخلت بالتاكيد اليونسكو، المنظمات الدوليه، اتفاقات الدوليه، مثلا اتفاقيه رامسار بالنسبه لهور الحويزه، يعني هو دخل من ضمن اتفاقيه رامسار الاراضي الرطبه، بس حاليا الحويزه اراضي جافه اصبحت. هذا الشيء مؤسف يعني. فلهالسبب احنا ايضا هذه وفق هاي الاتفاقيات نقدر نثير هذا الجانب بالشكل اللي يخدمنا، يعني ويا منظمات الامم المتحده وخاصة منظمة اليو ان دي بي، يعني اللي هي تتبنى مثل هذا. نعم. الفترات الماضية كانت وزارة الموارد المائية جدا شديدة الحرص على موضوعة المياه الجوفية. نعم. ما يعني تسمح للكثير انه ممكن حفر الآبار وغيرها من هذا الموضوع، ولكن وزارة الزراعة أعلنت بالخطة الزراعية الشتوية انه حيكون هناك اتجاه لاستخدام المياه الجوفيه، غير قد نطتهم كميه محدده لاستخدام المياه الجوفيه. نعم، هذا الموضوع الحقيقه احنا ما كان عندي تحفظ على التوسع العشوائي. نعم. لازم يكون هناك توسع مدروس، وثبتنا انه التوسع في المناطق الوفيره المياه، المناطق اللي بيها وفره مائيه، يعني الاحواض اللي بيها خزين مقبول يعني. فبالتأكيد وزارة الزراعة طلبت أن تصل إلى 4 ملايين دونم، كانت الخطة 2.5 مليون دونم. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. الاتصال هاتفي مع الأستاذ حسام الربيعي الخبير المائي والبيئي. أهلا بك أستاذ حسام. أستاذ حسام تسمعني؟ اهلا وسهلا. نعم معكم ان شاء الله. ربي يخليك. استاذ حسام، بما انك يعني اليوم خبير مائي وخبير بيئي، انت مع الاتجاه الذي يذهب اليوم الى استثمار المياه الجوفيه لمواجهه اليوم شح المياه، او مع الفريق الاخر اللي يقول لا انه موضوع المياه الجوفيه لا نستخدمها بشكل واسع وكبير يعني خوفا على الاجيال القادمه؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجنابكم الكريم ومن خلال قناتكم الكريمة لكافة المستمعين. طبعا يعني كلمة خبير كبيرة علينا، بعد ما نقدر نقول مختصين في هذا المجال. قضية المياه الجوفية حقيقة هي تعتبر من الثروات الاستراتيجية لأي بلد لسبب بسيط. احنا يعني العراق يعتبر من البلدان اللي ذات يعني مناخ عامة هو مناخ حار. نعم. وجار،
وبالتالي المياه الجوفية هي تأتي أصلا من تجمع مياه الأمطار في 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 طبقة معينة من باطن الأرض، يعني تتجمع من خلال مسامات التربة فتصل إلى منطقة معينة في باطن الأرض تخزن عندها. عليه أنه المورد، مورد المياه الجوفية مورد يمكن أن نقول عنه أنه مورد ناضب مو مستدام، يعني الاستخدام الجائر لهذا المورد يؤدي إلى نضوبة تماما. إذن نترك استخدام المياه الجوفية أو نستخدمها؟ لا، هي حقيقة لا يمكن أن نصرح هكذا تصريح من دون أن نعمل دراسة يعني مستفيضة حول كميات المياه الجوفية الموجودة فعلا في باطن الأرض العراقية وخطط توزيع تلك المياه بكميات مختلفة. بعد ذلك يمكن تقدير القيمة، العفو، يمكن تقدير الكمية التي يجب استخراجها من تلك المياه واستثمارها، وإلا فإن السحب أو الاستخراج الجائر لمياه المياه الجوفية سيكون حقيقة يعني جريمة بحق الأجيال القادمة، لأننا سننهي منهم هذا المورد المهم. نعم، اكو بعض التقارير العالميه اللي قاعد تخرج انه دائما مثلا يعني حد يعني التقارير لوكاله ناسا مثلا، علماء حتى من خارج العراق يتكلمون ان العراق من اكبر البلدان بالعالم اللي تحتوي على خزين استراتيجي بموضوعه المياه الجوفيه، وان الامطار اللي قاعد تسقط بالاردن او بالمملكه العربيه السعوديه تتجه الى باديه السماء والنجب. هذه المعلومات حقيقيه او معلومات اعلاميه فقط؟ نعم، هاي المعلومات حقيقة لم تتداول بالطرق الرسمية. يعني شلون؟ نعم. يعني حينما نتحدث عن خزين استراتيجي للمياه الجوفية يجب أن ننطلق من معلومات موثقة، ليس فقط عن طريق الأقمار الصناعية، وإنما يجب أن يتم دراستها موقعيا محليا في داخل العراق عبر شركات خاصة. صح. مثل يعني راح أقرب لك الفكرة لحضرتك. نعم. الآن مثلا نقول أكو دراسات أو أكو حتى نكون أكثر دقة، أكو أخبار تشير إلى أنه العراق يوجد احتياطي نفطي غير مؤكد قرابة 300 مليار برميل في صحراء الأنبار لوحدها. نعم. لكن هذا حقيقة يتداول فقط في مواقع التواصل. صحيح. الاجتماعي والمواقع غير الرسمية. احنا بنتكلم عن احتياطيات سواء في معادن سواء في نفط غاز مياه جوفية، يجب أن تكون الدراسات موثقة ها هنا من داخل العراق. يعني لا يكفي أنه نقول والله الأقمار الصناعية شافت أن هناك بحر من المياه الجوفية تحت صحراء الأنبار. أوكي لطيف، يا ريت إن شاء الله، بس لابد من توثيق ذلك من خلال أكو فحوصات تم هنا. يعني أكو شركات خاصة، هاي الشركات عندها فحوصات جيولوجية مختلفة. نعم. تقوم بها تبين حقيقة وجود مثل هكذا كميات مياه. أه. كل التحية والشكر لك الأستاذ حسام الربيعي الخبير المائي والبيئة على كل هذه المعلومات اللي رفدت بها برنامج أرض السواد، شكرا جزيلا. طبعا شيخ أبو سعد المسعود أيضا لما التقينا مع وزير الموارد المائية يقول احنا اضطرينا لان احنا بازمه مائيه ان نعطي موافقات الى وزاره الزراعه وايضا حفر ابار مستمر بهذا الموضوع، بس ما نريد انه نعتمد عليه 100%. هو التخوف اليوم الفلاح العراقي، الاعلام، المواطن، وحتى اليوم المسؤولين انه خاف انه تصير عاده مستمره انه كل سنه نستخدم مياه جوفيه، كل سنه نستخدم مياه جوفيه. انت يعني قريب جدا من الفلاح العراقي، هل زادت موضوع حفر الآبار بشكل ملحوظ بأراضيكم؟ أولا تحية واحترام للسيد معالي السيد وزير الموارد المائية ونهني بوزارته. نعم. واستوزار هذه الوزارة، هو من الخبراء بالمي يعني بهذه الوزارة ويعرف هموم الفلاحين وهمومنا ومشاكل الري. الآبار في بالعراق بالأساس ما عندنا احنا توجه على آبار، وانا قلت قبل ما اسمع التقرير مع السيد الوزير قلت لك احنا نامل انه ما تصير هذه. صحيح. البديل. نعم. عن الري الحقيقي والانهر والمواردنا الرئيسيه. الآبار هي بالنسبه للسقي الآبار هي يعني شيء ثانوي، يعني تحصيل الحاصل، المشكله
دفع مشكله مال سنه او سنتين، ما احنا ما نقبلها تصير علينا مال مستمره السنه ابار وثاني سنه نزود الابار بعد اكثر ونحفر، وهذا هم بيصير هم مؤثر وهمين مؤذي للخزين. واحنا المفروض نتوجه كدوله، دولتنا يعني ان شاء الله ان شاء الله عازمه يعني بعد خطوات ان شاء الله ترضي تحول العراق من بلاد النهرين بلاد الابار. لا مشكله احنا ان شاء الله ان شاء الله ما نوصل، بس اقول لك اذا استمرينا بهذا الموضوع ترى يعني اي لو اي واحد بسيط حتى لو كان مع احترام اللي برا او اللي عند اغناه برا، والله ما يهون عليه انه يسمع بلده صحيح يجيب، ما يهون عليه يعني البلد عزيز مهما يكون موارده كلها عزيزه. احنا في ظرف استثنائي مرينا بداعش ومرينا بهاي الامور، ما خلت الدوله تنتبه، حتى الحكومات السابقه اللي مليئه بالاخطاء ايضا ما انتبهت على هذا العفو الوضع مال المياه. يعني تركي من شوك سوت السد مال اليسو وما جاي يعني على الاقل تخلي لنا منفذ يعني مال جوره ومنفذ هذا التعامل التجاري بيننا وبينهم وجيران، يعني احنا نشيل لو هم يشيلون، هذا لازم تنمي العلاقات على مر السنين اللي ماضي والعصور القديمه والقديمه صحيح. كلش لازم يظل هذه العلاقه، وان شاء الله من الموارد المائيه السيد الوزير السيد العفو معالي السيد وزير الزراعه يتعاونون على هاي الامور ان شاء الله. هو نعم. احنا الغايه نسقم الزرع يعني في اي طريقه، مثلا اذا ابر قلت لي على موضوع انه اكو بعض الناس اللي يحفروا لكم ابار عندهم تقنيات حديثه انت ما مقتنع بها. انا مو مقتنع يعني انا لقله خبرتي قد ممكن. يكون هذا السبب ايه؟ قله خبرتي، انا مو خبير ابار ولا خبير حفر، ولكن من اسمع يعني هسه اجيب لك مثال ايه؟ احنا بسطاء يعني العراقيين رغم انه هسه صرنا سياسيين من ورد سوالف هاي كنا كل شيء كنا نعرف ايه؟ اول ما طب الموبايل ايه يعني من هذا الطابوقه ايه يعني ما مقتنع يتصل بامريكا شنو لا بواير لا بكهرباء ما مقتنع ايه؟ بس هي تقنيه نعم توصل وهي صحيحه. شنو التقنيه اللي جت بحفر الابار؟ الابار عنده جهاز يحدد مكان الاماكن الماء المالحه والمعدنيه والعذبه. اها ممتاز. يحدد ايه هسه اذا هو موجود اسمعني يجوز يشوف التقنيه هو يمي يعني المنطقه ايه؟ رجل هو موجود عنده جهاز امريكي بحاسوب نفس الجهاز يحدد ويطلع كتابه يكتب هنا المياه العذبه او هنا المياه المالحه ويحدد مربع يعني يقاطعها باوتات كهربائيه ويطلع شد النسبه يحدد نوعيه المياه ويحدد العمق مال البئر يعني انا وصل انا جبتها رجل واشكره ما اخذ مني شيء قال احدد لك بس المي لقى له مكان معين قال هنا 700 متر ماكو مي بالحديقه انت واصلني ايه نعم حديقه كبيره يعني رايحين مصورين احنا هناك ايه بالحديقه قال 700 متر هنا ماكو مي 50 متر على يمينها يمين الحديقه قال هنا 130 متر هنا مياه حذبه 130 160 فرق كلش بسيط ممكن 50 شويه فوق ال 50 متر نفس الارضيه نعم. هي كلها 20 دونم اللي انا بدي احفر بيها تحرك يعني قلت له يعني هنا قال ايه وخل نشان وحط تقاطع صليب انه اذا تيجي تحفر تحفر هنا وش قد الحفر؟ قال 100 ويمكن قال هم بالتحديد 136 متر. قلت له يطلع مي حلو يكلف كذا، انا ما اريد اقول الاسعار خاف تصير دعايه ما اريد اقولها. قل الاسعار. ما اريد اقول الاسعار. تقريبا. لا ما اريد اقولها، قلت له اذا اكو مي هنا ويطلع لي مي اسم حلو، انت تقول ابو الاربعه انطيني ابو الثلاثه، ابو الانجيل مي حلو انطيك ضعف هذا الحفر. انت تريد كذا مبلغ؟ ضعف السعر. اي ضعف، مثلا تريد دينار اعطيك دينارين. قلت له. اي بس ما حفرت. ما حفرت ما اقتنعت انه بعدك ما مرتاح ما اقتنعت انه هذا الجهاز هذا الجهاز بال 130 متر يقول لكم اي حلو بعدني ما قلت لك مثل الموبايل الا يجينا ونشوفه يلا نعم. بس ان شاء الله موجوده هاي التقنيه والدليل الدليل بالاردن يحفرون هاي المسافات بلد كامل معتمد على نعم واكو بلد. اكو شركه قبل خمس ست سنوات عند شخص صديقي موجود سيد سعد حتى اذا سمعت تحياتنا له قال نقدر نحفر حتى 200 متر ونحفر 300 متر ونحفر 400 متر ونقدر نطلع مي يعني وين ما قال نعم هاي شركه لبنانيه وشركه هم اختصاص مختصين بهذا مختصين بهذا نعم. فاذا اكو هيك يعني مجال ابو 300 متر ويلقى المي يعني 300 شد وزن المي لما يصعد لي فوق يصير ضغط على المضخات على وايد ضغط يعني ثقل مال المي هذا واسرار كبيره جدا في اسرار بالارض باطن الارض يعني انا اقول يوصل لنا مط هذا اذا ابو 300 متر صحيح ممكن طبعا احبه المشاهدين يعني انه عندنا ايضا تقرير يتكلم عن حقيقه الوضعية المأساوية اللي وصل إليها الفلاح العراقي بموضوعة للأسف الاتجاه إلى استخدام المياه الجوفية. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين.
رجعنا وياكم احبه المشاهدين. طبعا يعني بموضوع انه خلاص احنا بازمه مائيه، انه فقط نعتمد على المياه السطحيه بهاي السنه صعبه جدا، وانا اقول لكم شبه مستحيل. على مود ما تزيد الخساره اكبر واكثر، انه بدا يصير حفر ابار. حتى اليوم يعني بعض الجهات الحكوميه قاعد تحفر، واخص بالذكر اليوم وزاره الموارد المائيه، للاسف جوده المياه قاعد تطلع مو بذيك اللي اليوم تفيد الفلاح وتفيد اراضيه الزراعيه وينتج طبيعي. يعني نحتاج اليوم ايضا تصفيه. يعني عندنا اليوم مثلا مشروع الساقي التابع للعتبه العباسيه المباركه، يعني نهر كامل اعتمد على المياه الجوفيه، وعده يعني ادوات او مكائن لتصفيه هذه المياه لتغيير جودتها الى جوده اليوم صالحه للاستخدام البشري والحيواني والزراعي. فايضا ممكن ندخل هذه التقنيات، نروح الى بلدان تعتمد على المياه الجوفيه، ناخذ منهم بعض الامور، بعض وين وصلوا بهذا الموضوع. احنا بلد يعني ما عندنا ثقافه المياه الجوفيه، بلد ما شاء الله نهرين من الشمال الى الجنوب وروافد وبحيرات، فخير من الله، ولكن هذا الله بعد. وللاسف اليوم يعني جور يعني مثلا تركيا ببناء سدودها اللي صار على العراق للاسف، فنحتاج اليوم خبرات علميه انه سحب. يعني اكو يعني مثلا حتى في الصين اكو بعض مناطق التبت وهاي استخدام مياه جوفيه، باكستان تستخدم مياه جوفيه، الاردن جارك يستخدم مياه جوفيه، ناخذ منهم ايضا خبرات بهذا الموضوع. يعني اليوم وضعيه الشيخي ووضعيه الفلاح العراقي يعني حتى معيس من موضوع المياه الجوفيه، يقول لك انا في منطقه المياه تطلع مالحه يعني ما استفاد منها. قلت لك عندنا مشاكل يعني احنا يعني الابار ما توفي حتى 75%، يعني قد يكون 50% توفي جزء، البقيه مالحه. احنا عندنا مثل المناطق اللي ترى الغربيه والمناطق اللي بيها نسبه الباديه النجف السماوي يعني قديما يعني من قبل وما يستخدمون من الابار، والله منعم عليها مي حلو يعني ايش تشرب منها حتى الناس في العوائل والحلال، ويزرعون عند اللي يتمكنون يزرعون بعد. اما هاي مناطقنا اللي معتمده على انا على نهرين اللي بالعراق وعلى نهر ديالي اللي كان يغذي، يعني انا سنه قبل 3 سنوات او 4 ديالي فرغوا مي الخزين مالها غرقت حتى مكايننا، حرامات هذا المي يروح راح لا الى مكان للخزن ولا الى مكان راح به يعني يفيد ولا غذى مناطقنا، يعني راح مينا حرامات. نعم وللاسف يعني شيخ اليوم مثلا اكو تحول اليوم باتجاه موضوع السقي بالري الحديث. نعم هاي. نعم انتم قاعد تتحولون يعني الموضوع؟ انا ما مستخدمه ايه؟ بس والله يعني نسبه النجاح في الري بالتنقيط او بالرش، بالنسبه للشتوي رش والتنقيط الصيفي والمخاضر هذه نسبه النجاح مالته 500% 1000% يعني لا هدر ونظيف ويغذي والسيطر على الاسمده والسيطر على المبيدات في البرشات، يعني تطور جدا مهم بالتقنيات الحديثه للري بالرش او بالتنقيط. ممتاز. ونتمنى من وزاره الزراعه حتى يعني تفرض حتى الفلاح ما عنده تنطيم يخلفه، وين راح يروح الفلاح؟ وين وديه؟ اكو بيهم يقولون يبيعها، المن يبيعها؟ ما راح يبيعها الفلاح، انتم ما زرعوا كميات كبيره حتى لا مرقتنا على زياده. اي يعني والله خليه يبيع، انطيني واذا ما ابيع الفلاح اخر هو يستفاد منها ودعمني، خليها انا ادعمها غصبا علي. هي زود عندي وانا ازرع واتعلم، اللي اشوف الزين يزرع واشوف ابو المنظومه الفلانيه زرع صار احسن من هذا، اشوف ابو المرشه صار احسن من ذاك، وفعلا اراضي بالنسبه للزراع مال الحنطه والشعير لا ساجه ولا مرز وتمطر عليها مطر صناعي صناعه، حتى الزرع من كله خضر ما يغرق. نعم حبايه ما تموت. اكيد. طبعا احب المشاهدين ايضا يعني عندنا بعض الامور ممكن نكثركم بموضوع الفيديوهات، ولكن ايضا اليوم نريد نوضح للمشاهدين هذا الموضوع المهم جدا. يعني احد الامور اللي تعيق موضوع استثمار المياه الجوفيه هي احتياجها الدائم لموضوع الطاقه الكهربائيه لصعود المياه. وزاره الموارد المائيه بعد هاي الاداره الجديده للوزاره بقياده الاستاذ عون ثياب يعني تحولت فكرتها الى استخدام الطاقه الشمسيه لصعود المياه، ما نعتمد على موضوع الطاقه الكهربائيه، انه مشكله غاز تكون وبنزين ووقود وكهرباء ساعتين بساعتين، هاي مشكله اليوم حتى يتاثر بها الفلاح. بدت تحفر ابار معتمده على الطاقه الشمسيه، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم احبه المشاهدين، طبعا الوقت قاعد يداهمنا.
شيخ ابو سعد المسعودي، منطقتكم طلعت من الخطه الزراعيه، اليوم عندنا حكومه جديده وعندنا وزير موارد مائيه جديد، وعندنا اليوم وزير زراعه جديد، اليوم لسان حال الفلاح في قضاء المدائن، شنو طلباتكم خاصه بالقسم المعتمد على مياه نهر دياله اللي خرجت من الخطه الزراعيه، ايش محتاجين؟ تحيه لكل حكومتنا الجديده، ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله في انجاز مهامها اللي جت من اجلها، وان شاء الله تغير الواقع اللي كنا نشكو من عنده وصلنا في هذا الحال. ما اقول اريد منك اليوم اسوي له هالشكل، يعني هو ما استلم، لا يعني هو استلمني هالشكل هسه، اقول له قومني بالماء، وقومني بالمبيدات، قومني بالتجهيزات الزراعيه، قومني بالدعم، انا فلاح، انا حتى اقدر ادعم البلد مالي بالانتاج واغذيه، واقدر اكتفاء ذاتي، يعني مكتفينا الفترة على هذا الميد، وفرحانين عندنا 6 مليون يمكن او 5 مليون ونص من الحنطة، والحمد لله وشكر، وفلاح ما كان مستلم مستحقاته يعني ودعم فاريد من الحكومه انها الموقره ان شاء الله تدعم الفلاح وتنتبه وتخلينا في اولويات اهتمامها بالنسبه للزراعه، الزرع ما تنهض، الدول المتقدمه الا باقتصاد زراعي مهم، وفلاحها المهم الشام، الفلاح العراقي منتج لا تخاف من عنده. يشتغل يعمل، بس اذا راحت من عند القاعه ما يهمه، يعوفه يروح يشتغل باي شغله اخرى، لا يعيش مسوي تركه. بس احنا خسراني الوطن خسران، نخسر البلد نخسر خسران. نعم نخسر. وعندنا مثل بالعربي يقول القاعده عافتك 100 عام، مثل 100 عام مثل تعوف عام. نعم. طبعا احبه المشاهدين، يعني قبل ما اعرض هذا الفيديو الاخير، يعني ما اريد انه ادخل بنظريه مؤامره او نظريه اليوم ما ادخل بالسياسه، بس ولكن اكو نظره عالميه على الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق. اكو دراسات قاعده تعدها دول كبيره ومنظمات كبيره جدا حول موضوع العراق. هسه احنا اليوم كعراقيين نحكي نقول زراعه ماكو، مي ما عندنا، تعبنا وهذه الامور، ولكن لا، اليوم تقنياتهم العلميه ينظرون الى العراق انه بلد مستقبلا حيكون بلد زراعي ومهم جدا، وايضا بموضوعة الطاقه، وايضا بالخزين الاستراتيجي للمياه. اليوم منظمه او مؤسسه مثل وكاله ناسا للفضاء لما تسوي محاضره مثلا وعندها بعض المعلومات وبعض الصور اللي ملتقطتها بالاقمار الصناعيه على كميات المياه الجوفيه، واحد العلماء انه الاجانب يتكلم عن موضوع المياه الجوفيه بالعراق، اكيد اكو فد سر كبير جدا. طبعا راح نعرض هذا الفيديو، شاهدوه وراح نرجع نختم حلقتنا لهذا اليوم. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين، كل التحيه والشكر لك شيخ ابو سعد المسعود على كل هذه المعلومات، ربي يخليك. طبعا احبتي المشاهدين، شاهدنا هذا الفيديو، نتمنى انه رد رسمي من وزاره الموارد المائيه ومن الحكومه العراقيه، هل هذه المعلومات صحيحه او فقط لا اكثر، انه موضوع ضجه بالسوشيال ميديا. لو انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى، الى اللقاء.